الولايات المتحدة الأمريكية لم ترى عاصفة ثلجية كهذه منذ عقود. التساقطات الثلجية القوية أجبرت عدة شركات طيران أمريكية على إلغاء رحلاتها. العاصفة عطلت الحياة وتسببت في فوضى عارمة اجتاحت معظم أنحاء البلاد منذ عطلة نهاية الأسبوع التي سبقت عطلة عيد الميلاد، لتؤثر سلبا على سير عمل العديد من شركات الطيران كشركة ساوث ويست إيرلاينز التي أجبرت على إلغاء أكثر من 12 ألف رحلة طيران منذ يوم الجمعة الماضي. عاصفة القرن هذه أسفرت الآن على نحو 50 قتيلا وتسببت في انقطاع الكهرباء على المنازل، عوامل جوية قاسية لم يكن الأمريكيون يضعونها في الحسبان.